وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اليوم يوجد في المدارس فن يدرس يسمى فن القصة القصيرة، ويطلب من الطلاب الكتابة في موضوع معين على شكل قصة من خياله، فهل يدخل هذا في منع القصة؟ لا، القصص هذه يعني يحكي أشياء، أما هذا ينشي كلام، يعني قصة يتخيلها، يعني مثل هذا، يعني يكون الإنسان يحرص على استعمال الحقائق والإتيان بالأشياء الحقيقة ويقص أشياء حقيقة يعني يوضحها ويبينها، لا أن يتخيل شيئا، لأن كونه يعني يحكي شيء يعني هو غير صادق فيه، يعني ينبغي أن يكون كلامه بشيء واقعي، يعني يصوغه بأسلوبه وهو أمر واقعي لا أمر خيالي.